أقول هالكلمة، أقول هالكلمة الليلة، أريدك بس تتأمل يا جماعة، السطرة على العين، السطرة على الخد، شوية أبوس إيدك، بس عطني مهلة، بس عطني مهلة وأنا خادم إليك. السطرة إذا إجت على الخد كم يبغى لها حتى تروح والحمرة تروح؟ يومين، خلنا نقول أسبوع والأثر بعد باقي، عقب أسبوع راحت اللطمة تمام لولا؟ سمعتون يا جماعة عن سطرة ظلت 75 يوم حتى العين تغيرت، انخسفت العين. هذا مو كلام خطباء، كلام مراجع، شيخ محمد حسين الإصبهاني أستاذ المرجعية يقول فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة. أنا ما أقول إيش قد قوة هاللطمة، ما أقول إيش قد قوة هالسطرة، أقول شنو من حقد عند ذاك إلا لطمها طلع كله على عين فاطمة. لزم قلبك الليلة، قل لي عندك أغلى من فاطمة تبكي عليها؟ لمثلها تذرف الدموع ولمثلها تقطع نياط القلوب. يقول الرجل استقبلتني بفاطمة بوجه أعشى بصري نور، ايش سويت؟ قال فرفعت يدي وصفقتها على وجهي فانقطعت إذنها وسقط القرط المعلق فيها فلاذت خلف الباب والجدار، وسمعت لها شهيقا وزفيرا، كدت أن أميل وأنقني، فذكرت سحر محمد وولوغ علي في دماء صناديد العرب. ايش سويت؟ قال فاتكأت على الباب برجلي وأسندت ظهري إلى الجدار وعصرتها عصرة، وسمعتها تشهق من خلف الباب وهي تقول يا رسول الله أهكذا يفعل بحبيبتك فاطمة؟ هي توين وأنا أضغط، هي توين وأنا أضغط، إلى أن خارت قواها خلاص، ما ظل عندها جلد. ديك الساعة طلعوا علي والزهرة ورا الباب،